طبعا ما زلنا في بلدة القاسمية، هنا إحدى خزانات المياه التي فجرتها قوات الأسد خوفا من اعتلاء قناصات الجيش الحر المطلة على قوات الأسد من الجانب الآخر. طبعا قوات الأسد 200 متر من جانب سكة الحديد، وأيضا هنا مدخل لبلدة القاسمية، هنا قوس بلدة القاسمية المدخل الرئيسي للبلدة المطلة تماما بشكل مباشر على السكة على محاور قوات الأسد المتواجدة في الطرف الآخر. طبعا هذا الطريق الرئيسي حوالي 200 متر تفصلنا عن قوات الأسد، وهنا أيضا إحدى البلديات الرئيسية لبلدة القاسمية، هنا بلدية القاسمية في منطقة المرج. طبعا دمار بشكل عام بنسبة 95% في هذه البلدة. المتواجدين في بلدة القاسمية وكان له منزل هنا في هذا البيت، يعطيك العافية. الله يعافيك. ممكن تحكي لنا شو صار ببلدة القاسمية وشو سبب الدمار هذا الكبير اللي بالبلدة؟ قصف عنيف مستمر يوميا على بلدة القاسمية، وكان عام النظام بمحاولة تفجير الخزان من القناصات اللي كانت مش حادة جدا على النظام بالسيطرة بالضرب عليه هون، وأكثر من هيك إنه يعني إنه البلدة انهجرت، ويوميا استمرار القصف العنيف عليه هون، نزلوا الخزان، نزلوا الميدانة، ما عاد في شيء. يعني نحن هون بيتنا ما فينا، بنيجي من شقة على هالبيت ما في سجارات قدام البيت، من نص يوم ونروح أكثر من نص ساعة ساعة ما بنقدر نقعد بهالبلد، قصف عنيف يوميا مستمر، يعني هيك حالتنا، ما اكثر من هيك ما بنقدر نعمل. طيب الناس اللي كانت ساكنه هون وين راحت كلياتها؟ يعني كان في كثير عالم ساكنه ببلده القاسميه، وين نزحوا وين راحوا؟ والله شو صار فيها مزارعهم؟ هلا كل شيء على الارض مثل ما انك شايف، يعني بالنادر لتلاقي انه بيت واقف تقريبا، والعالم كلها نزحت وتهجرت، ما حدا بيعرف وين، كل واحد قاعد ببلد، كل واحد قاعد بقرنه، شيء قاعد بخيام، شيء قاعد بالطرقات، وعادوا هيك مستمره الحاله. الله يعطيك العافية. هذه البلدة هي بلدة مهجورة تماما، نصفها مع الجيش الحر ونصفها الآخر مع قوات الأسد. طبعا أمتار قليلة تفصلنا عن قوات الأسد، تقريبا 200 متر هنا سكة القاسمية التي تتواجد فيها قوات الأسد والمنشيات المساندة لها.